soyez heureux dans ce monde. Oui, بعيوننا يبان والليلة أيوة مفيش ألوان من كل الدنيا جينا نقولها يلا بينا جايين للدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها الفرحة دي هنكملها أيامنا جايالنا نستنى وشباب الدنيا مالها الفرحة دي هنكملها أيامنا جايامنا نستنى ليه Soyez heureux dans ce monde. كلمات الأغنية بتقول شباب حقق آماله ووحد الاتجاه. الله بجد ده شبهنا جدا في بين السطور، وعلشان كده يعني دي صدفة، فأنا حسيت إن أنا قدرت ألتقط اللي يخصني من اللي بيحصل ده. خلوني أقول لكم بكل الخير مرة تانية يا رب، ودايما نتقابل عليه. المجموعة الشباب الحلو ده ورد الجناين اللي مش أنا اللي جايباه، ده أنا التقطته من المنتدى علشان يكون نماذج مش بس قدامكم في البيوت، لكن قدام كل الشباب اللي بيحلم انه هو كمان يبقى جزء من هذا المشهد في المنتدى القادم و علشان كده تعالوا نتعرف عليهم ونسمع منهم وسريعا. والمره دي بما انكم شباب انا مش هستأذن ابدا بالبنات علشان انتوا عارفين الحساسيه بقى بنت وولد وكده، وهنبدا من اليمين ونمشي كده تباعا، فهي بالصدفه جايه من عندك صح؟ طيب خلوني اقول لكم ان ده سعد ثروت، وده واحد من اعضاء البرنامج الرئاسي، هو محامي اتفاقيات دوليه في البنك الاهلي المصري. منور بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. آية حسام الدين، وهي كمان واحدة من أعضاء البرنامج الرئاسي، وهي أخصائية موارد بشرية في واحدة من شركات القطاع الخاص في مصر. منورة يا ست آية. نور حضرتك، ربنا يخليكي. معانا ياسمين كمال، وهي كمان من البرنامج الرئاسي، هي مدرس مساعد في كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة. منوراني جدا يا آية، يا ياسمين سوري. طيب خليني كمان أقول محمد إبراهيم حافظ من البرنامج الرئاسي، باحث اقتصادي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبعد خبرة كمان في العمل المالتي ناشونال، صح كده؟ مظبوط يا فندم. جميل. طيب خلوني أبدأ طيب مع آية حسام الدين، نبدأ من القطاع الخاص بقى ونشوف الدنيا ماشية ازاي. الموارد البشرية دي والهيومن ريسورس والاتش ار بقت كلمات كبيرة كده، انتوا في البرنامج الرئاسي ايه اللي استفدتيه في تخصصك وايه اللي لازم المصريين يعرفوه عن المجال ده؟ هو احنا كان طبعا جزء كبير من الدراسه في البرنامج الرئاسي كانت اداره، بالرغم من ان انا ماجستير في اداره الاعمال، فطبعا البرنامج ضاف لي كتير جدا. بالرغم من ده تخصصي في حاجات كتير الناس لازم تعرفها، حقوقها مثلا، قانون العمل، حاجات كتير هتفيدها في شغلها وفي حياتها. هو من الحاجات المهمه اللي ممكن ما نتعمقش فيها، بس لازم ناخد معلومات عامه عنها لانها هتفيدنا في كل مجالات حياتنا. يعني اقدر اقول ان هي نوع ما من التعريف بالحقوق والواجبات. اكيد، لانه كلنا شغالين سواء في قطاع خاص او عام، محتاجين نفهم ايه اللي عليا وايه اللي ليا، ده لازم ابقى فاهمه. وده اللي بينظم العلاقه مع الجهاز الاداري للدوله بالظبط، او اي مؤسسه بالظبط، علشان ما يبقاش حد عنده طموح في اشياء فيكتشف انها مش هي نفسها. بالظبط، ده طبعا يعني بجانب ان احنا درسنا اقتصاد وقانون وامن قومي واستراتيجيات دوله. أفادك الكلام ده طبعا. أو بمعنى أصح بلاش كلمة أفادك دي، يعني فتح عينيكي في حتت كنتي إما مش شايفاها أو شايفاها بطريقة؟ لا تماما، هو أنا في السنة دي فعلا اتغيرت تماما 180 درجة. كنت شخص شايف المواضيع بمنظور الفرد، ابتديت اشوف المواقف والاخبار حواليا من منظور الدوله، ازاي الموضوع اشمل بكتير مما انا كنت شايفاه، ازاي في بعد امن قومي ودوله وفي بعد اجتماعي وسياسي، في حاجات كتير جدا كانت فعلا مغفلانه عنها فعلا، ففرقت معايا كتير من الدراسه. خليني اروح لسعد ثروت، وعايزه اعرف منك انت معني بالاقتصاد، ويعني شغلك له علاقه بالقطاع المالي، وانت عارف المصريين الى حد كبير المساله دي بالنسبه لهم مش واضحه، وهم ميالين فيها اكتر للافكار النمطيه اللي هي امتى الحاجات هترخص، امتى الحاجات هتغلى. خليني في البدايه اعرف كان دورك في المنتدى، دورك في البرنامج الرئاسي، ايه اللي انت استفدته؟ هل ده بيدعم خبرتك العمليه كرجل مصرفي؟ وبعديها لو عندك فرصه تفهم المصريين ده بشكل بسيط. تمام. مبدئيا انا دوري في المنتدى كان بينقسم في حاجتين. انا عضو في اللوجيستكس تيم، مسؤول عن اللوجستيات الخاصه بالمنتدى، والجزء الثاني. طب لحظه واحده، اللوجستيات دي المقصود بيها؟ اللوجستيات مقصود بيها كل حاجه، يعني وصول الوفود، تسكين الوفود، وصول الوفود، تسكين الوفود، والقاعات، كل حاجه ليها علاقه بترتيبات بالظبط. تمام. الجزء الثاني تنسيق مع السبيكرز، مع المتحدثين في المنتدى، ان كل واحد يبقى متاكد ان السيشن بتاعته وقتها، وان هو يعني عارف كل الديتيلز عنها، ما يتفاجئش بحاجه. ده الجزء الثاني للمنتدى. بالنسبه للبرنامج الرئاسي، هي الفكره في البرنامج الرئاسي، يعني انا ما درستش قانون فيه، بس الفكره فيه هو انت بتدرس مجموعه من العلوم مختلفه، إدارة وأمن قومي وتغيير مؤسسي وموارد بشرية وتسويق. كل الحاجات دي احنا بنحتاج نعرفها عشان نقدر ننجح في حياتنا عامة. يعني ان هي فكرة ان اي حد في البرنامج الرئاسي، مش الفكرة ان هو حد عاوز يبقى مجرد ان هو موظف بيروح شغله وبيرجع من شغله بس، لا، احنا عاوزين نبقى مؤثرين، وعاوزين نفيد بلدنا، وعايزين نبقى ايجابيين في المجتمع ونأثر في مجتمعنا من أول البيت لحد الشغل، لحد المجتمع كله، يعني لحد الشارع، وفي كل حتة بنبقى متواجدين فيها. طيب ده في حد ذاته جميل، وهنرجع نكمل فيه، لأن أنا طول الوقت هبقى زي اللي ما حضرش معاكم طبعا في البرنامج الرئاسي. هنبقى عايزين نعرف هو أنتوا يعني كده بتروحوا لمعلومات عامة كتير عشان تفيدكم في التعامل كشخصيات عامة، يعني احنا بنحاول نخبتنا اللي جايه تبقى نخبه عمليه مش نظريه، بس ده خليه لما نكمل، لان عايزه اعرف من ياسمين، يعني انت حاسبات ومعلومات، وانا معلوماتي عن المساله دي ان انتوا تقريبا في جامعه القاهره كنتوا اول كليه في مصر للحاسبات والمعلومات. النهارده بقى في كليات كتيره، العلاقه اللي طلعتي بيها كخبره حتى ولو نظرية من كليتك، لما التحقتي بعد كده كمان في البرنامج الرئاسي، إيه اللي خلاك تفكري أصلا تلتحقي؟ يعني أنت المفروض بتحضري وأنت مدرس مساعد، يعني لازم تشتغلي على الPhD، ويعني ما عندكيش وقت كتير، صحيح ولا لأ؟ هو في الحقيقة البرنامج الرئاسي من أكتر الحاجات اللي ساعدني فيها إن هو زود معلوماتي في دومينز كتيرة قوي غير الدومين اللي انا بدرس، التخصص اللي انا بدرس فيه. يعني انا تخصصي بحوث عمليات ودعم قرار، وده اصلا برضو تخصص نادر شويه، يعني مش ناس كتير بتلتحق بيه، ومع ذلك حسيت ان انا محبوسه فيه. يعني البرنامج خلاني اتعرض لحاجات كتيره قوي عمري ما اتعرضت لها، اول مره اسمع عن قانون، اول مره اسمع عن تمويل، اول مره اسمع عن امن قومي. ده كله احنا مش محتاجه ان انا اكون بس دكتوره شاطره في المجال بتاعي، محتاجه اكون دكتوره شاطره في المجال بتاعي عندي معلومات عامه عن كل الحاجات دي، ودي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني، وحاسه ان هي كمان لازم تتنقل للطلاب. يعني لازم الطالب او الخريج يكون بجوده معينه، مش بس في المجال بتاعه، لا في المجالات التانية يكون عنده كولكتيف ساينسز كتيره قوي هو سمع عنها. يعني ده بيخليكي تفكري انه في جزء من الدكتوراه بتاعتك في الطرح، حتى في بعد كده في الابحاث اللي بتعملوها، ان لازم الجامعات في مصر واساتذتها يخرجوا بره فكره التخصص الضيق، لانه ده ممكن يساعد اكتر ان الناس يبقى عندها رؤيه اوسع، فهم اكبر. ده بيساعدني ان استعمل اللي انا درسته في ابلكيشنز كتيره قوي، بالزبط. يعني احنا لما تعرضنا لتخصصات تانية مختلفة هو وسع نظرتي لان انا استعمل ده في تخصصات تانية، تخصصات ممكن تفيد البلد انا ما كنتش عارفة ابص لها كده. يعني احنا لما تعرضنا لكل التخصصات المختلفة دي بدأت ابص ان الPhD بتاعتي تبقى نظرتها مختلفة. وده طبعا هيفيدني وهيفيد في اختيار الموضوع وطريقه اختيار الموضوع وطريقه ان انا انفذ الابلكيشن دي، ان انا اعمل حاجه فعلا ممكن تكون البلد هنا محتاجاها. يعني ممكن تكون الPhD بتاعتي معموله مع وزاره او مع جهه البلد محتاجاها عن طريق اللي احنا فعلا خدناه ولمسناه ودرسناه. طيب خلوني اروح لمحمد ابراهيم، وخاصه ان دي وزاره الاستثمار والتعاون الدولي، ومره ثانيه بنروح للاقتصاد وبنروح كمان الاقتصاد في علاقته بالمؤسسات الدوليه، واكيد كلكم عارفين ان ما عادش في حاجه اسمها حاجه مقفوله كده. اولا انت عندك خبره التعامل في حاجه خارج الامور المحليه، بعد كده كمان عندك الخبره في التعامل مع البرنامج الرئاسي بالعلوم اللي درستوها، واللي يهمني اكتر في فكره التعاون الدولي، لان احيانا كنا بنلاقي النتائج بطريقتنا مش بنبقى فاهمينها قوي. تمام، زي ما حضرتك وضحتي انا احد اعضاء البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. الفكره كلها ان انا من الدفعه الاولى كانت 500 شاب من مختلف التخصصات والاماكن الجغرافيه والطبقات والفئات المجتمعيه. احنا اتقسمنا في البرنامج ورك شوبس، مجموعات عمل، كنا عاملين حاجه اسمها PLP Finance and Economics Club، دي ورشه عمل في مجال التمويل والاستثمار. ساعتها كنت بشتغل في اداره الائتمان في احد البنوك التجاريه الخاصه هنا في مصر، فكانت فرصه كويسه ان انا اجتمع مع باقي زملائي من المحافظات المختلفة في مصر ونقدم أوراق بحثية نناقشها سواء في مؤتمرات على المستوى المحلي أو تقارير بتطلع لسيادة الرئيس، خاصة أن حضرتك عارفة أن الفترة اللي فاتت كلها إحنا في مرحلة ممكن نسميها ترانزيشن ستيج، يعني مرحلة تحول اقتصادي. طبعا في برنامج تحول اقتصادي بيتعمل لأول مرة في تاريخ مصر، فهو دلوقتي ده الحاجة الشاغرة لكل المصريين اللي موجودين، فإحنا كنا بنشتغل كمجموعات عمل بحيث إن إحنا نقدر نطلع بتوصيات. ففكرة البرنامج ان هو فادني ان انا كان لينا كلنا وجهه نظر بشكل مختلف بناء على ابحاثنا وخبرتنا العمليه، فكنا عندنا فرصه ان احنا نقابل الوزراء سواء وزير الماليه، وزيره الاستثمار، محافظ البنك المركزي، ونتناقش. قبل قرار تعويم الشباب كانوا شايفين مثلا ان تعويم شباب البرنامج الرئاسي شايفين مثلا ان احنا المفروض نعمل تعويم مدار مش تعويم حر، فليا فرصه ان انا اتكلم مع صانع القرار واوضح له ايه احنا استخرجنا ايه من الورقه البحثيه وهو وجهه نظره ايه، ونكمبرومايز وناخد قرار. فدلوقتي البرنامج الرئاسي أصبح فرصة لإشراك الشباب في اتخاذ القرار ده. من ناحية أنا شغلي كان في البنك إدارة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة واللي هي المبادرة 5 و7%. بعد ما خلصت البرنامج تم ترشيح أكتر من اسم من ورشة العمل إن هم يروحوا يشتغلوا في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. الوزارة خدت إجراءات في موضوع إن كان في انترفيوز، مقابلات شخصية، كان في امتحانات، عملوا فلتريشن بروسيس، خدوا مننا ناس معينة بدأوا يتوزعوا في الهيئة وفي الوزارة. فهي كانت بالنسبة لي تجربة ثرية جدا ان انا اتعلم حاجة جديدة، خرجت من مجال التمويل دخلت اندبث او بعمق في مجال الاقتصاد على السياسة النقدية والمالية وهكذا، وقدمنا فعلا ابحاث وتقارير اقتصادية عديدة. وحاليا انا داخل بقى في حتة. انت اصلا خريج ايه يا محمد؟ انا خريج تجارة انجلش وعامل ماجستير في التمويل والاستثمار من جامعة القاهرة. وانت من جامعة القاهرة؟ مظبوط يا فندم. يعني مش من الجامعات الخاصة لا يا فندم. طيب خليني اروح مرة تانية لآية. مش عارفه كان لازم السؤال ده يبدا معاكي، بس انا حابه يعني ان احنا نعمل نعمل عصف ذهني، برين ستورم. انتوا شايفين انه البرنامج ده بيسد ثغرات ليها علاقه بمثلا بعض الملاحظات على مناهج تعليمنا السابق، ان في نخبه ما بتقومش بدورها بشكل جيد، في كسل من الشباب لازم نعترف لانه كان بيبقى مشغول اكتر باشياء، فبالتالي ممكن ضيع جزء من وقته من غير ما يروح يتعلم كذا او يتعرف على كذا. او انتوا ميالين كمان بطبيعه عمركم انكم تعرفوا المعرفه عن طريق نظام، يعني مش بقراءات حره، حاجات بالشكل ده. انت حاسه انه هذا المشروع اللي اتعمل بسرعه جدا علشان يبني جسور مع المراحل العمريه بتاعتكم، الهدف بتاعه كان سد هذه الفجوات اللي هو مسؤول عنها، وبالتالي بيديكوا الفرص دي في عداله في الفرصه كده؟ هو الموضوع طبعا سد فجوات من التعليم اللي هي قلة البحث. احنا تعليمنا معتمد بشكل اساسي حتى الان على التلقين. أوكي. لازم دروس خصوصيه، لازم ملازم، لازم حاجات ملخصه، لازم بالمعلقه نحفظ. فده اللي البرنامج كان بعيد عنه كل البعد. كان كل الموضوع قايم على الريسيرش، كل حاجه ابحاث. لازم احنا اللي ندور على المعلومه ونقرا وننزل المكتبه وندور. فده كانت حاجه جديده نوعا ما، خصوصا ان تعليمه كله مصري. يعني كل انواع التعليم في مصر بالمناسبه، يعني باستثناء بعض النماذج اللي هي الشهادات الغربيه يعني. بالظبط. فدي كانت اكتر حاجه احنا اتعلمناها، ازاي تبحث. يمكن اغلبنا متعود على القراءات الحره، بس فكره ان انت تعملي بحث عن حاجه معينه في الاغلب بتبقى الحاجه دي مش في مجال تخصصك تماما. فدي حاجه كويسه جدا تخليكي بعد كده تعرفي ازاي يبقى في مهارات تحليل لحاجه حتى لو هي مش تخصصك. تمام. يعني خلاص بقيت بعرف احلل اي حاجه في اي مجال، ممكن تبقى من وجهه نظر مجالي، فانا اخدها اربط الاثنين ببعض. فده هيبقى اضافه ليا واضافه لاي مجال تاني هيقرا البحث ده. فطبعا كانت اضافه كبيره جدا ليا في طريقه التعلم، في طريقه الاستفاده من اي موضوع، ازاي تعرفي معلومه وتعيدي تصديرها يعني. بالظبط بالظبط. طيب سعد، كتير من الشباب ممكن يبقى حاسس ان انتوا خدتوا فرصه وهم اتحرموا منها. انا عايزاك تقول لهم انتوا خدتوا الفرص دي بواسطه ولا خدتوها ازاي، ويعني المساله دي قدامهم هم كمان يقدروا يعملوها ازاي. تمام. مبدئيا هو البرنامج الرئاسي كان فيه يعني سيلكشن بروسيس واضحه جدا من الاول خالص، الاختيارات كلها يعني الاول خالص في ابلكيشن اونلاين، اي حد ممكن يفتح الويب سايت ويريجستر ان هو يقدم في البرنامج. كل واحد انا فاكره تقدم ارقام كبيره جدا، تقدم عدد كبير جدا. بيفلتر كل الابلكيشنز الاونلاين دي، ما فيش اي عنصر بشري فيها خالص، هي كلها يعني اونلاين بروسيس، كلها كمبيوترايزد، كلها خطوات آلية مش بتاعه انسان، مش بتاع العنصر البشري. ما ينفعش ان حد يبقى متدخل فيها بواسطه او ان حد يعني مشيت معاه، يعني ان حد موصي عليه يعني او حاجه، هي كلها كمبيوترايزد، فما فيش اي عنصر بشري. بس اكيد في حد من اصحابك او من المعارف سالك السؤال ده يعني. اتسالت اكيد طبعا. ما كنت بتجاوبه ازاي بحده كده؟ انا بجاوب بالظبط زي ما بقول لحضرتك، هي سيلكشن بروسيس في كذا مرحله. بيقتنعوا؟ بيقتنعوا. بجد؟ الناس كلها كانت لطيفه يعني؟ لان في منهم كتير جرب يريجستر ويمشي في البروسيس. مش كلهم اتقبلوا في الاخر في الدفعه الثانيه، بس صدقوا فعلا ان الموضوع ده فير، يعني ما فيهوش واسطه. هو الفكره كلها يعني هي في مراحل، انا ذكرت المرحله الاولى. في بعد كده بعد ما انا بقدم اونلاين بيقول لي ان انت الابلكيشن بتاعك اتقبل، بيقول لي طب انت قلت مثلا ان انت معاك ماجستير او معاك دكتوراه، يعني بتقدم بقى الشهادات اللي انت كاتبها عشان نتاكد ان الكلام اللي انت كاتبه ده مظبوط. وبعد كده بتروح تيست، بتعمل تيست انجلش وتيست عربي. تيست الانجلش برضو بيبقى التعليم فيه كمبيوترايزد، لان هو بيبقى مالتيبل تشويس يعني. اكزاكتلي. ولما بتنجح في التيست بتخش انترفيو، بتقعد مع بانل، محدش عارف هو داخل مع انهي بانل، والبانل دي بيبقى فيها مجموعه من يعني في كذا حد في البانل بيعمل انترفيو. كل واحد بيريت الكانديديت عشان يقول مثلا 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10، وبعد كده بياخدوا الافريج، واعلى سكورز بتتقبل في البرنامج. بس يعني المساله كلها كانت هي ليها علاقه بشكل الاجابات، بتحقيقك لسكور عالي يعني سكور مطلوب، وبناخد اعلى نسب. هي الفكره، هي كومبيتيشن. هو في الاخر يعني الدفعه 500 واحد، قدم الافات. في ناس كتيره محتاجه ان هي تدخل البرنامج، ومن حقها ان هي تدخل البرنامج، ومن حقها ان هي تتاهل. وعلى فكره هو اللي بيقدم مش فكره يعني مش لو هو ما بداش في الدفعه ده مش معناه ان هو اترفض، هو اتاجل، لان هو في الاخر هياخد 500 واحد بس. زي كل الحاجات اللي بيبقى فيها منافسه يعني. هيقدم صحيح، مش 80,000 هيتاخدوا بس، ممكن المرحله اللي بعديها. وفي زمايلنا كتير جدا. طيب خليني معلش هروح لياسمين. انا مهتمه شويه تقولي لي المنتدى ده، لو قلت لك قيمي بشكل فير وبشكل عملي بشكل عادل كده، عايزين نشوف انتوا كنتوا حاطين استهداف بالنسبه لكم كان ايه الاهداف الاوبجكتيفز اللي عملناها او اللي حددناها لنفسنا، أنا عارفة إن لسه في بكرة ولسه لازم نبعد شوية عن الحدث، لكن على الأقل نحط كده ملاحظات يعني في تقييم المنتدى ده نقول إيه؟ والله حضرتك تقدري تشوفي احنا نقدر نقيم من السلوجنز اللي احنا حطيناها للمنتدى، شعارات. لما احنا قلنا وي توك كنا عايزين نتكلم، فعلا جم شباب من مختلف جنسيات كتيره جدا من العالم، كلهم بيتكلموا معانا. عايزاكي تقربي المايك بتاعك. كلهم بيتكلموا معانا في المنتدى، في الجلسات، بعد المنتدى في الاوتيلات لما بيشوفونا، كلهم مبهورين جدا، مش مصدقين ان دي شرم الشيخ، مش مصدقين ان ده شباب مصري، مش مصدقين ان احنا منظمين حدث بالضخامه ده، مش مصدقين ان كل الحاجات دي فعلا معموله هنا بالشكل ده. مبسوطين جدا، ناس كتيره جدا ادتنا فيدباك يعني ان ازاي ده كله حاصل في مصر فعلا، فدي حاجه احنا نفتخر بيها. ده غير ان الجلسات كلها اللي حضرناها اللي اتعملت على مدار المنتدى كانت كلها تحت فعلا الثلاثه دومينز اللي احنا قايلين عليهم، اللي هم all for development، للتنميه، للابتكار، وكل ده عشان نوصل في الاخر للحاجه اللي احنا عايزينها اللي هي all for peace، عشان السلام. عشان السلام. طيب محمد، أنا برضو محتاجة أبقى متأكدة إنه اللي كانت بتقول عليه ياسمين ده واصل للمختلفين. أنت استشعرت إن المنتدى كان بيفتح في دوائر إحنا في مصر مش دايما كنا مهتمين بيها. ملاحظتي أنا وممكن تبقى مش صح إنه كان في حضور أفريقي كبير جدا، وبالتالي واحد من الأوبجكتيفز بتاعتي إن أنا عايزة دول وعايزاهم يسمعوني ويشوفوني. كمان كنت شايفة كويس قوي ان في دايرة اسمها آسيا كانت موجودة قوي. اعتقد ان احنا في مصر اتربينا كده في سنوات سابقة انه مزاجنا اوروبي شوية، فهل ده كان جزء من اللي انتوا بتشتغلوا عليه باعتبار ان اللي جاي من الحتة دي الايام الجاية؟ تمام يا فندم، هي الفكره يعني خليني اوضح لحضرتك مراحل تطور الفكره. اتفضل. الفكره ان من زمان جدا في مصر والشباب كان عندهم مطلب رئيسي ان هم عايزين يفتحوا قناه حوار وتواصل مع الحكومه ويبداوا ان هم يشاركوا في صناعه الراي والقرار. بالفعل كان في منتدى الشباب الاول، ده كان في اكتوبر 2016 في شرم الشيخ، اللي كانت احد توصياته التنسيق ما بين اجهزه الدوله نحو عقد مؤتمرات شهريه للشباب، وشفنا ده فعلا، شاهدناه في القاهره واسوان واسماعيليه واسكندريه. وكان كل مؤتمر من دول بيطلع بحزمه من التوصيات المفروض تتاخد على ارض الواقع. كان احد توصيات مؤتمر اسماعيليه تحديدا اللي هو ان احنا نفتح منصه حوار دوليه على الشباب من مختلف انحاء العالم، واقرت التوصيه في نهايه المؤتمر. واقرت التوصيه وسياده الرئيس ادانا اشاره البدء، وفعلا بدانا نشتغل كمجموعات عمل، مجموعه مختصه باداره الازمات، مجموعه اخرى مختصه بالمحتوى، التحدث مع المتحدثين الرسميين. بدانا ان احنا بتشاركوا في اختيار المتحدثين؟ طبعا بنشوف بتقترحوا يعني اسماء وكده، بنشوف اكتر الشخصيات المبتكره او المؤثره في مجتمعاتها دوليا، وبنبدا بالتعاون مع وزاره الخارجيه ان احنا نبدا ان احنا ندعوهم للحضور. ارجع لسؤال حضرتك، المنتدى كان فيه 3200 شاب، منهم 1200 شاب اجنبي من 113 جنسيه على مستوى العالم، وده يودينا لحته ان ده تاني اكبر او ده يعتبر اكبر تجمع او التقاء جنسيات مختلفه على اراضي مصريه بعد مؤتمر الامم المتحده للسكان، ده كان في منتصف التسعينات، بكين بالظبط، اللي كان اسمه يعني بعد كده بكين بالظبط. فدي كانت فرصه ان احنا ننشر حاجتين، ننشر رساله سلام من ارض مصريه، ده بالتوازي وبالاتساق مع الدور اللي بتلعبه مصر حاليا اقليميا وعلى اجنده العمل الدولي، سواء اقليميا في قضايا الاشقاء العرب وهكذا، او على المستوى الدولي مع باقي دول العالم. فاحنا فعلا قدمنا الدعوات، جالنا 3200 شاب، اكبر الجنسيات كانت موجوده عندنا، كان في 70 وفد رسمي كمان موجودين من دول عديده، كان في 43 مشارك من الولايات المتحده و15 من روسيا و15 من امريكا. انا هقول لحضرتك بس الارقام يعني الافارقه كانوا قد ايه الموجودين، مش قادر احدد بالظبط، بس انا اتذكر ان اثيوبيا كان جاي منها 6 مشاركين، وطبعا كان في جنسيات اخرى كان من توجو وتشاد وهكذا. انا شفت نيبال طبعا. والسيد الرئيس كمان كان وجه رساله في طيب سريعا عشان لازم اخد منكم كل واحد حاجه كده سريعا. رساله ان احنا كنا عايزين، دي كانت الرساله كنا بندقق عليها جدا، ان احنا محتاجين ان احنا ننسق او نبني بنيه تحتيه مع اشقائنا الافارقه علشان نقدر ان احنا نحقق استراتيجيه افريقيا 2063. طيب عايز اسمع منكم كلمه واحنا بنختم يعني يعني حتى لو بنختم اللقاء ده اكيد هنتواصل تاني من اماكن شغلكم بعد كده. دايما بيبقى شرم الشيخ ومؤتمر الشباب دايما زي ما انت كنت بتقول في سلوجان كده بيطلع، في شعار، في اغنيه، في ايقاع. عايزه كل حد فيكم يقول للمصريين ايه اكتر حاجه حاضره في ودنه يعني. ابتدي زي ما عجبك يلا. يعني انا بالنسبه لي اكتر حاجه يعني حاضره بالنسبه لي بالنسبه لمؤتمرات الشباب فكره ناس كتيره بتشتغل، شباب كتيره قوي بتشتغل، مفيش يعني ما عندهمش فكره حب الظهور، في خليه نحل فعلا شغال. العمل الجماعي يعني احنا العمل الجماعي احنا ممكن نبقى هنا 4 بس في تقريبا هناك 800 واحد بيشتغلوا عشان تطلع الصوره دي. طيب آية، هما الشهرين فعلا اللي قبل المنتدى احنا كنا تقريبا عايشين مع بعض، ما بنروحش البيوت، قاعدين طول الوقت مع بعض، فهي دي ذكرياتنا من المؤتمر. بساعد طبعا الاغنيه بتاعه المؤتمر لان هي انهي مقطع فيها؟ لا هي كلها يعني احنا كل مؤتمر بالنسبه لنا اغنيه هو اللي في الاخر بنفرح فيها بيها في الحفله الختاميه، بتبقى هي ذكرياتنا. كل مؤتمر ليه اغنيه، كل ما بنسمعها بنفتكر المؤتمر من اول تجهيزاته لحد بس احنا عندنا في المؤتمر ده اغنيتين، الشاب خالد والاغنيه الجماعيه. لا شاب خالد. ياسمين، هو ما حدش شاف الاغنيه الجماعيه غير لما حس بالانرجي اللي طالعه من الاغنيه. الاغنيه مليانه انرجي وجايبه ناس من كذا حته في العالم، فانا بصراحه الاغنيتين عاجبني يعني، بس الاغنيه الثانيه. محمد، انا بالنسبه لي الانطباع ايجابي جدا عن المنتدى، ولكن انا اتمنى واسمح لي اقولها، اتمنى حاجتين يحصلوا، ان احنا فعلا نطلع باوتكم او توصيات من المنتدى تدعم السياحه في بلدنا وتدعم الاستثمارات في بلدنا، فنقدر ان احنا نحقق مستوى معيشه افضل لكل الناس الموجودين في مصر. بشكركم كلكم، بشكر محمد وياسمين، بشكر سعد وآية، بشكركم كلكم، وبقول لكل اللي بيشوفونا بكره مش هنكون معاكم لان بكره هتكون حفله الختام. بتمنى تستمتعوا. بالفعل الاغنيات دي زي ما الشباب بيقول كل حد مننا لازم ودنه تبقى حافظه مقطع يخصها ولمس شيء عندها، لحد ما يتجدد اللقاء مع حضراتكم يوم السبت من استوديوهاتنا في القاهره. كل الامنيات الطيبه والفرحه ليكم يا رب، الى اللقاء.